وطي هالاكل الهوا. إذا ما عجبك فيك تترك البيت وتلحق أختك كمان، وخلقها منكوتة من الصبح ما بدي. لو لفاية عندكم بتعاملوني أحسن من هيك، لك الله يقصف عمري ويريحني، واعرفوا وقت أعيشوا حياتكم. يعني شو بتخسر إذا علينا صوت التلفزيون؟ شو عم بتبروت ولا؟ ولا شيء. نظف أوضتك قبل ما تروح على المدرسة. ما بلحق. بس ترجع معناتها، أنا ماني فاتحة أوتيل هون، هي المزارع كلها ما بدي أشوفها بوشي، فهمت؟ طيب مو أوضتي؟ عم ضايقك برات هي الأوضة شي؟ لك حش رد جوابات! لك ما عاد رد، ما عاد احكي، ما أساساً أنا قاري هون، بس اعمل وساوي، لك ولا عندك استعداد تسمعيني حتى، إيمت آخر مرة حكيتي معي فيها بدون ما تكوني عم تعيطي أو تعطي أوامر؟ أوضتي ما رح ساويها، مزعوجة إني قاعد هون، بكرة بطفوش. لا إذا بدك هلأ كمان، يعني كثير مفكرة مبسوطين بالقعدة معي؟